علاج جفاف الشعر. مرحبا وأهلا وسهلا بكم أعزائي وأحبائي بالله في هذه الحلقة الجديدة، والتي أردت أن أوضح علاج جفاف الشعر. أعزائي، هناك العديد من النصائح للتخلص من جفاف الشعر. عليك أو عليك عزيزتي بأن تتجنبي غسل الشعر يوميا، فالماء والشامبو بشكل يومي يضران الشعر. ثانيا، العمل على ترطيب الشعر عن طريق استخدام البلسمة في كل مرة يتم استخدام أو الغسل الشعر بها. أيضا عليك عزيزي أن تتجنب علاجات الشعر الكيماوية، وأيضا عليك أن تتجنب الاستخدام الدائم لمصففات الشعر والأدوات الحرارية. وأيضا لدينا خلطة سحرية تحل هذا الأمر، هو وضع العسل مع زيت الزيتون، ونقوم بإضافة القليل من الماء ووضعه بمزيج على الرأس.